إلى أغيط. شكرا جزيلا. أنا لم أعد المديرة التنفيذية للجمعية، ولكن لا يزال لي شرف التعاون مع إي بي سي. لقد عدت لتون من مسار البرلماني الذي يركز على الأمن السيبراني، وانبهرت للتقدم المحرز في الحديث عن الأمن السيبراني وكذلك عن السلامة السيبرانية والمساءلة. أظن في 2017 عندما تم عقد اي جي اف في جنيف، كان هنالك فعالية حول مقاربة الحقوق الإنسان للأمن السيبراني، وكان يبدو ذلك السياق سياقا مختلفا بالنسبة للعديد من الأشخاص، حتى الأشخاص الذين يشغلون المساءلة. لكن اليوم أظن بأننا اليوم في موقف فعلا إيجابي. لقد كانت هنالك الجولة الثانية لمجموعة الخبراء الحكوميين، ثم كذلك أول مسار للأمم المتحدة، حيث تجتمع الحكومات لمناقشة الأمن السيبراني، وكذلك يصلنا إلى تقارير اتفاقية. وحاليا لدينا الدورة الثانية، ولدينا اللجنة الأولى للأمم المتحدة، ولذلك عمل أيضا على بناء القدرات. أظن أننا انتقلنا من مقاربة لحقوق الإنسان إلى مقاربة تركز بشكل أكبر على الإنسان، وهنالك تعاون ما بين أصحاب مصلحة مختلفين ومتعددين، بالإضافة إلى هناك تعزيز القدرات لجميع القطاعات والمجتمعات مع مراعاة حقوق الإنسان، لأنه لا يمكننا أن نحقق الأمن والسلامة وكذلك الاستقرار بدون حقوق الإنسان. أود أن أعتذر منكم لأنني أسقط هاتفي للعمل. أود أن أشكركم جميعا على الحضور، وكذلك أشكر الزملاء على تنظيم هذه الجلسة. أود أن أركز على بناء القدرات وما يعني ذلك في مجال الأمن السيبراني. أود أن أطرح سؤال أول للمتداخلين، وسوف أبدأ بك، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الحضور والمشاركين على الإنترنت. في رأيك، ما هي أهم الخطوات التي تم تحقيقها من حيث بناء القدرات في المجال السيبراني؟ هل لديك شعور بأن لدينا فهم مشترك اليوم، وما هو فهمك لبناء القدرات السيبرانية؟ فمثلا هنالك المبادئ التي تم تطويرها من قبل مجموعة العمل المفتوحة، ولكن من وجهة نظرك سيدتي، ما هي هذه المراحل التي قطعناها، وما هو فهمك لبناء القدرات السيبرانية؟ شكرا، يسعدني أن أتواجد معكم في هذا النقاش الهام. في البداية أود بأن أضم صوتك عندما قلت بأنه هنالك تقدم فعلا محرز من حيث العمل الجماعي حول القضايا السيبرانية، وأيضا كيف يمكن إدماج حقوق الإنسان في هذه العمليات، خاصة في إطار برنامج العمل للـ OEWD. وأظن بأن هنالك أيضا بعض المراجع المحددة التي صدرت قبل سنوات. فيما يتعلق ببناء القدرات، فنحن نتفق بأنه من الأهمية بمكان بالنسبة لنا أن نركز على مسألة أساسية مرتبطة بالمشاركة، ولعل هذه هي إحدى المجالات التي لا يزال علينا أن نقطع خطوات كبيرة فيها. المشاركة مهمة في النقاشات والعمل حول الأمن السيبراني، ثم بعد ذلك جهود بناء القدرات حول الأمن السيبراني. لكن الواقع هو أنه عندما نتحدث عن ضرورة المشاركة المجدية والهادفة، وكذلك تكون هنالك عملية متعددة لأصحاب المصلحة،
على اختلافهم وتعددهم، فإننا نقصد بأنه ينبغي جلب المجتمع المدني وتقاسم التجارب والخبرات وضمان أن هذه العمليات تفهم وتعكس كيف يتأثر الأشخاص بالأمن السبراني. نود أن نؤكد مرة أخرى على ضرورة بناء القدرات وأن تكون العمليات تشمل احتياجات تلك الفئات كنقطة بداية. سوف أتوقف هنا، لن أنتظر السؤال الموالي. شكرا لك سيد ديفيد، لقد عملت في سنغافورة وكذلك في مجال الأمن السبراني في العديد من المؤسسات في سنغافورة. ما وجهة نظرك من حيث ما تم تحقيقه وكذلك من حيث طريقة تفكيرنا وطريقة بناء القدرات في المجال السبراني، ما هو فهمك؟ سيد ديفيد الكلمة لك سيدي، هل تسمعونني؟ نعم نسمعك سيدي. نعم تفضل سيدي نسمعك. مرحبا بكم جميعا وسعيد برؤياكم مجددا. أود في البداية أن أتحدث عن مستوى الوعي الذي ارتفع ونمى في مجال الأمن السبراني، فالناس أصبحوا اليوم واعون بهذا الموضوع، وهنالك تغير كبير، ولعل السبب الرئيسي كما تم مناقشة ذلك يعزى إلى الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وكذلك المنتدى العالمي للخبرة السبرانية. فقد تم تحديد فهم مشترك للاحتياجات في مجال بناء القدرات السبرانية. ربما أننا لم نبلغ بعد المستوى المنشود، لكن هنالك تقدم محرز لا يستهان به. سنغافورة تدعم بناء القدرات في مجال الأمن السبراني وخاصة في المنطقة الآسيوية. هنالك جمعية الدول الآسيوية في جنوب آسيا التي تعمل منذ عام 2016 لدينا مركز الامتياز للأمن السبراني، نحاول في إطاره أن نعزز هذه الجهود. هذا المشروع بالنسبة لي برامجنا ساعد في تطوير دليل وكذلك برنامج يسمح لنا بمواصلة العمل في هذا الاتجاه، وبالتالي نحن نعتبر بأنه على مستوى المبادرات وكذلك مشاريع بناء القدرات السبرانية، فهذا سيكون له تأثير على كافة القطاعات على مستوى الدبلوماسية وكذلك على مستوى قطاع التكنولوجيا والمعلومات. وعلى نفس المنوال يتعين علينا أن نتقاسم وجهات النظر حتى نتمكن من تحقيق مرونة القطاع السبراني. هنالك العديد من المنصات من قبيل منتدى حوكمة الإنترنت التي تجمع مشاركين ممثلين عن الحكومات والدول وكذلك القطاع الخاص وغيرهم من أجل العمل على هذا الموضوع، فالدول ليس لها احتكار لمناقشة هذا الموضوع. يتعلق الأمر بحشد الجميع، فلا يتعين على الدول أكثر غناء أن توفر فقط المساعدة والمعلومات للدول الأكثر فقرا. أظن بأن يجب أن يكون العمل في الاتجاهين من أجل بناء وتعزيز قدرات سبرانية. وأشكركم. أود أن أطرح سؤال بشأن الترتيبات الأولية، هل ما هي الاحتياجات على المستوى الوطني من أجل تطبيق هذا الإطار؟ سؤال وجيه. هنالك العديد من الأسئلة التي تثار لمعرفة إلى ما كان بناء القدرات مسألة فعلية، وهنالك تحديات مطروحة يجب أن يكون بناء القدرات قابلا للقياس. هنالك أيضا وكالات
تسعى إلى تنظيم بناء القدرات وتحتاج إلى وقت. هنالك مقاربة أخرى وهو أنه ينبغي العمل أيضا بطريقة دورية، ويتعين جمع المعارف التي تم الحصول عليها. ربما ينبغي أن تكون هنالك دلائل يتم جمع فيها كل المعارف المستقاة من مختلف الدول. فأنا أعمل في برنامج لبناء القدرات، وبالتالي أود أن أشير إلى أننا بحاجة إلى تطبيق هذه المعارف، وأن يتم ترجمة ذلك في أنشطة وأعمال في كل بلد. فمثلا يمكننا أن نقوم بدورات تدريبية، يمكننا أن ننظم دورات تدريبية في سنغافورة، وأن نقوم بتدريب مدربين يقومون بعد ذلك بنشر هذه الرسالة. وأظن هذه بعض العناصر التي سوف تساعدنا. شكرا لك ديفيد، لقد أكدت على ضرورة المشاركة وأن تكون العمليات تشاركية كطريقة براغماتية لإدماج الأمن السبراني وممارسات الأمن السبراني. وهذا ما أشارت إليه أيضا بيكي، وأنه ينبغي التأكيد على المشاركة من أجل مزيد من الشمولية، وكذلك من أجل احترام حقوق الإنسان. الكلمة الآن للسيد عبد الحكيم الزميل والصديق، وهو معنا على الإنترنت. ما هو فهمك لبناء القدرات السبرانية، وما هو التقدم المحرز؟ إذا ما سمحت لي سواد، أود أن نعود أدراجنا شيئا ما إلى الوراء. فالمسألة مرتبطة بالبناء على مخرجات الدول الأعضاء، وذلك من أجل مراقبة السلوكيات المقبولة على مستوى الدول. يجب أن تكون هنالك بعض القوانين، وأيضا هنالك مجموعة من المعايير التي تم اعتمادها والتي تطورت من قوانين غير آمنة إلى قوانين معتمدة. كانت هنالك بعض المصورات التي لم نحضرها، وخلال مؤتمر تم وضع الأجندة، كما أن التشريعات وكذلك التسهيلات القانونية المتاحة. لذلك يجب على المستوى الدبلوماسي اشتراك الجميع في هذه النقاشات، وكذلك اتخاذ تدابير لبناء القدرات، وذلك بناء على احتياجات وضرورات بناء القدرات. يجب أيضا أن نعتمد مقاربات مواقف ديمقراطية، مثلا فيما يتعلق بالحرية على الإنترنت. ينبغي أن تتقاسم أيضا مبادئ الديمقراطية والوصول إلى المعلومات من أجل تعزيز عدم تجاهل أولويتنا، وكذلك تطوير المعايير العالمية التي باتت أكثر أهمية. إذا أظن بأنه يمكن للجنوب العالمي أن يساهم بشكل أكبر، ونحن بحاجة إلى نقاشات استراتيجية وكذلك إلى بحوث أكاديمية سليمة. علينا أن ندعم أيضا صانعي القرار الاستراتيجي من أجل الخوض في هذه القضايا ومعرفة ما الذي ينبغي المطالبة به. ثم أيضا يجب أن يكون هنالك فهم أفضل لتحديد أي نوع من بناء القدرات نسعى لتحقيقه. لا يمكننا أن نقوم بإرسال أشخاص فقط من أجل إرسالهم. يجب أن نحدد مثلا على مستوى المحلي من هم الأشخاص الذين سوف يساهمون في عملية بناء القدرات. مثلا ينبغي أن نحصل على 10 إلى 15 شخصا. فما هي الأليات التي سوف تساعد في تفعيل ذلك؟ لأن الكلفة عامل مهم، وعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار الموارد المحدودة. يجب أيضا أن نحول الموارد البشرية إلى رأس مال بشري، وسوف أواصل لاحقا. شكرا لك عبد الحكيم. هل ننتقل إلى بيلار
فأنا من المجتمع المدني وأود أن أعرف من منظور العمل في حقوق الإنسان والحقوق الرقمية، ما هو فهمكم لبناء القدرات السيبرانية؟ وفي رأيك ما هي الإنجازات التي تم تحقيقها إلى الآن؟ في البداية أود أن أشكركم على الدعوة للمشاركة معكم في هذا الفضاء. عندما طلبت المشاركة في هذه الجلسة، كنت أود أن أشارك مع بأننا لسنا على استعداد للخوض في هذه المناقشات حاليا في كولومبيا. استمعت للجلسة الافتتاحية وهنالك نقاشات هامة في مجال بناء القدرات السيبرانية وكذلك مجال الأمن السيبراني، وهذا يمكن أن نقول أننا ما زلنا في المراحل الأولى إن لم تكن الجنينية. هنالك مثلا تخوفات بشأن المشاركة. قمنا لمدة سنوات بتطوير سياسة للأمن السيبراني في كولومبيا، لكن لم يتم الحديث عن المشاركة إلا قبل 4 سنوات. حاليا هنالك تغيير في الحكومات المحلية، وهنالك أيضا ضعف للمعرفة وكذلك لمؤسسة صنع القرار في مجال الأمن السيبراني. ولهذا السبب عندما تتحدث الحكومة عن بناء القدرات فنحن لا نعرف كيف سوف يتم تفعيل ذلك. وأظن بأن هذا سوف يحدث خلال العام المقبل، لكن حاليا يمكن أن نقول بأن الوقت مبكر للخوض في هذا النقاش. كمنظمات المجتمع المدني نشارك في مناقشة مختلف السيناريوهات ونتعلم، وأظن بأن هذا الانفتاح مهم بالنسبة لنا حتى نفهم بشكل أفضل كيف يمكننا أن نطالب على المستوى المحلي ببناء القدرات وكذلك بمزيد من المشاركة. شكرا لك بيلار. الترجمة متاحة بيلار، يمكنك أن تتحدثي باللغة الإسبانية إذا ما شئت ذلك. المتحدث الأخير معنا الآن هي أناستاسيا. أناستاسيا، تمثلين القطاع الخاص، وأود أن أعرف وجهة نظرك بشأن بناء القدرات في المجال السيبراني، وما هي كذلك الخطوات العامة التي تم تحقيقها. مرحبا بالجميع، شكرا على استضافتي. أيضا أنا أمثل أيضا القطاع الخاص، نحن شركة عالمية للأمن ولدينا مكانة فريدة من نوعها في مجال بناء القدرات السيبرانية، لأننا إحدى الشركات التي لها الموارد من أجل الاستثمار في بناء القدرات من أجل مساعدة مختلف المجتمعات والفئات بما في ذلك العملاء والمستخدمين، وأيضا دعم العديد من أصحاب المصلحة. لذلك سوف أكون سعيدة لتقاسم تجربتنا معكم من وجهة نظرنا أيضا كمشاركين وكمساهمين في أنشطة منتدى حوكمة الإنترنت. لدينا حاليا العديد من المحتويات وكذلك من المعلومات التي يمكن استعمالها وكذلك الاستفادة منها، سواء تحقق الأمر مثلا بالمبادئ أو
الناجحة. نحن لدينا أيضا العديد من الدورات التي ننشئها على مستوى أصحاب المصلحة في المجتمعات المحلية، كما أننا في بعض الأحيان ننفذ أنشطة على المستوى الإقليمي مع منظمات إقليمية. هناك أيضا تنامي للبحوث والدراسات من أجل توفير معلومات أفضل، وكذلك من أجل قياس النجاح في مجال الأمن السيبراني. هنالك عدد من الممثلين الذين قدموا من إحصائيات بشأن بناء القدرات السيبرانية، ونحن نعتبر بأن هذه مسألة مهمة، وعلينا أن نواصل العمل من أجل تقديم قياسات متزايدة وإحصاءات، لأننا بحاجة إلى ذلك. ومع ذلك لا تزال هنالك العديد من التحديات التي تواجهنا، وعلى مستوى الأمم المتحدة فمثلا يجب أن تكون هنالك مشاركة شاملة لأصحاب المصلحة المتعددين في العديد من المنتديات. نحن نعي أيضا بأن خلال السنة المقبلة سيكون هنالك أو ستكون هنالك عملية موازية بالإضافة إلى المنتدى العالمي للخبرة السبرانية، وأظن أن هذه سوف تكون مناسبة توفر إمكانية المساهمة والمشاركة على مستوى دولية. على المستوى الوطني قد تكون هنالك يكون هناك ضعف للمشاركة المؤسساتية، وقد تكون هناك بعض العمليات والمبادرات التي تقودها الحكومات من أجل تعزيز الوعي ببناء القدرات السيبرانية. لكن بشكل عام نحن نؤمن بأن حاليا نحن نتقدم في الاتجاه الصحيح من حيث مختلف الاجتماعات وكذلك المبادرات، ونتمنى على مستوى الأمم المتحدة أن يتواصل العمل إلى غاية 2025 وأن نحصل على أفكار من مختلف أصحاب المصلحة. شكرا. شكرا لك سيدتي. نود الآن أن نأخذ بعض الأسئلة من المشاركين عن هل وصلنا إلى نقطة تحقق فيها فهم مشترك للأمن السيبراني والسلامة السيبرانية، وكذلك فهم مشترك للقدرات التي نحن بحاجة إليها. هل لديكم أي أسئلة؟ أرى يد مرفوعة. أدعوكم إلى التعريف بنفسكم وأدعوكم كذلك إلى الإيجاز. هل تسمعونني؟ شكرا جزيلا على إعطائي هذه الفرصة مجددا. أنا من أستراليا. أنا أشتغل في مجال الكريبتوكرنسي، وأشتغل أيضا في مجال التحقيقات السيبريانية. لي سؤال أود أن أوجهه يتعلق ب المنتدى الاي جي اف. اذا كالبلدان العضو في الامم المتحده، كيف يمكننا ان نصل الى تمكين وبناء قدره بشكل جيد على المستوى الدولي كمجموعه متحده على مستوى الامم المتحده، أو على أن نشتغل بذلك على مستويات أخرى بما في ذلك مستويات وطنية؟ إذن لي أيضا بعض التعليق سأدلي به لاحقا. إذن كيف نصل إلى سلامة السيبريانية؟ كيف يمكننا أن نحقق ذلك؟ سؤال آخر. شكراً. اسمي أوديت. سؤالي يتعلق دائماً ببناء القدرات
كما تعرفون التمكين وبناء القدرات، ونحن طبعا نتحدث عن إفريقيا، الكثير من سكان إفريقيا يعيشون في القرى، إذا كيف يمكننا كما قلت أن نصل إلى هذا التأمين وسلامة السيبرانية بالنسبة لسكاننا؟ وهل يمكن أن نعتبره ربما نوعا من الترف، لأن ليس لنا الانخراط والربط؟ هذا السؤال يطرح دائما نفسه. إذا أن نتحدث عن الربط بالإنترنت قبل حتى أن نتحدث عن سلامة الإنترنت والسلامة السيبريانية، ما رأيكم؟ في الحقيقة لم يكن هذا سؤال، بل كان ملاحظة، وربما علينا أن نجد حل لبعض المشاكل، وخصوصا بالنسبة لممارسات بعض الدول. إذن علينا كما قلت ربما أن نتوفر أولا على إطار ومبادئ ملزمة، وأن يكون هذا الإطار على عالمي وملزم ليس للجميع بما في ذلك مزودي الخدمات. شكرا على هذا الجواب. آخر سؤال. شكرا على هذه المداخلات القيمة. أعود إذن إلى ما تم قيله، هل نتحدث الأمر عن الجانب التقني أو فقط السياسي؟ السؤال لم يكن واضحا، هل يمكنك سيدتي إعادة السؤال من فضلك؟ إذن هذا الحديث على مستوى العالمي هل يهم الجانب التقني أكثر مما يهم الجوانب الأخرى، أو يتعلق الأمر بالمعايير؟ أظن أن هذا سؤال وجيه، وغالبا ما نواجه هذا النوع من التحدي مستوى ربما الجريمة السيبريانية والأمن السيبرياني كما ربما نعرفه على مستوياتنا الوطنية. هل علينا ربما أن نفرق بين هؤلاء الجانبين؟ ربما السيدة بيغي يمكنها أن تجيب عن هذا الجانب. أظن أن طبعا المشكل هل نحن نتحدث عن الأمن السيبرياني بشكل جيد على مستوى الوطني أو على مستوى العالمي؟ أنا أتفق معك عندما تقولي أن طبعا عندما نتحدث عن الجريمة السيبريانية، عن الأمن السيبرياني وعن الإطار العالمي، أظن أنه من الأساسي والمهم أن نواجه هذا المشكل على كل المستويات، ليس فقط على المستوى الوطني وعلى المستوى العالمي، ولكن أيضا حتى على المستوى الفردي. طبعا هناك الكثير من المجهودات سواء على مستوى الأمم المتحدة، على مستوى الاتحاد العالمي للاتصال، وقد تم الحديث عن مجموعة من هذه المعايير، ولكن من منظور حقوق الإنسان أظن أن أحد التحديات هو أن علينا أن ندمج حقوق الإنسان في هذه المحادثات وهذه المفاوضات المتعلقة بالأمن السيبرياني بما في ذلك طبعا المدافعون عن حقوق الإنسان، وأن تكون هناك توعية طبعا ليس فقط بضرورة الأمن السيبرياني، ولكن أيضا بأهمية إدراج حقوق الإنسان.
بالنسبة للتقرير الذي تم نشره في شتنبر، طبعا لم يركز فقط على جوانب التكنولوجيا بل أعطى أيضا المجتمع المدني حيزا للمشاركة على مستوى مثلا البرامج سباي وير وغيرها. طبعا هناك أدوات، هناك آليات يمكننا استعمالها، ولكن علينا حتى أن نذهب خطوة أخرى، كيف يمكننا استعمال هذه الأدوات، ثم طبعا نطلب أيضا، نطالب أيضا بكل ما يتعلق بالتصنت ومراقبة معطيات الخصوصية وكل ما يمكن كما قلت أن يؤثر على حقوق الإنسان. هناك طبعا جانب آخر، ونحن طبعا نتحدث عن كل ما يتعلق بالتصدير على مستوى هذه البرمجيات. دافيد، أود أن أسمع رأيك بخصوص ما ذكرته بيجي، التحديات بهذه المراقبة التي نحتاجها لضمان عدم المسي كما قلت بحقوق الإنسان، ونحن نعمل على السلامة السيبرانية. عندما تتحدثين عن التحديات على مستوى المحادثات العالمي، سواء تعلق الأمر بما يتم على مستوى الوطني أو طبعا هذا سؤال عريض، في الحقيقة هي نفس التحديات التي نواجهها على مستوى الإقليمي وعلى مستوى الفردي. عندما نتحدث على مستوى الأمم المتحدة، نتحدث عن اللجنة الأولى أو الثانية، بالنسبة لنا ليس هناك تضارب بين الأمن السيبرياني والجريمة السيبرانية. الفرق الذي نقوم به سواء على مستوى حكومي أو على مستوى دولي لا يطابق غالبا ما يتم على أرض الواقع. إذن علينا أن ننظر بشكل أكثر شمولي. بعض البلدان المتطورة ربما عليها أن تها ممارسات أكثر مسؤولية بخصوص هذا الأمن السيبرياني. ثم هناك جانب آخر يتعلق بكون جريمة سيبريانية هي في الحقيقة جريمة عابرة للحدود، يمكن أن نجدها في كل مكان، قد تكون هنا مثلا في سنغافورة، هناك كل ما يتعلق بالتشفير. سواء إذن علينا أن نحدد المصدر هذه الجريمة، وهذا سم، والمشكل أو دائما هو طبعا الربح والمال، مثلا كل ما يتعلق ببرمجيات طلب الفدية وغير ذلك من الجرائم السيبريانية. إذن هناك طبعا المس بالحريات والمعطيات الفردية، ثم قد يتم استعمال ذلك حتى بالنسبة لتغسيل وتبييض الأموال، وخصوصا ونحن نعرف أن المجرمين في مجال الجريمة السيبريانية يطورون
مقارباتهم وممارستهم بشكل مستمر. إذا هذا الإطار سواء كان إطارا ملزما أو غير هو رهان كبير علينا طبعا كما قلت أن نشتغل، علينا أن نصل إلى اتفاقيات ملزمة كانت لي صديقة من كينيا قالت تحدثت طبعا الأمور العشرة هي في الحقيقة ليست ملزمة للفرد العادي ولكن تصبح ملزمة للفرد الواعي. إذا هنا نتحدث كما قلت عن معايير تحدد ممارسات فرد، ممارسات تصبح مسؤولة وبالتالي الممارسات المسؤولة هي الأهم في مجال هذا الأمن. زميلتنا من اليونيسف طرحت سؤال أعتبره وجيه، أننا ملايين الأشخاص طبعا مرتبطون 24 ساعة في 24 ساعة، فرص اقتصادية هائلة متوفرة، ولكن كيف يمكننا أن نستغل هذه الفرص بشكل آمن وسليم؟ كيف؟ إذن السؤال هنا، السؤال ليس هل أن أختار بين الجانبين، الأمن السيبرياني كما قلت ليس نوع من الرفاه، هو ضروري وعلينا أن ننظر إليه بشكل شمولي ومندمج. ربما أستعمل مجازا آخر، نحن في مدننا في بلداننا طبعا هناك قوانين واستعمال، هنا مثل باستعمال الماء، الماء غير المصفى، هل إذا هنا نتحدث عن التصفية، نتحدث عن مزودي الخدمات، كل الأطراف المعنية يجب أن تؤمن هذه الخدمات وأن تضمن لكل فرد ليس فقط من الاستفادة من الخدمات ولكن الاستفادة منها بشكل آمن. إذا أن لا نعتبر الأمن السيبرياني فقط شيء يخصنا عندما نقوم بعملية محددة، ولكن كلما قمنا بالربط مع الإنترنت. طبعاً فيكي هل تريدين ربما الجواب عن هذا التعليق؟ وخصوصا أن حاجتنا إلى المعايير هي حاجة مهمة وأساسية، وطبعا جانب حقوق الإنسان هو جانب جزء لا يتجزأ من كل هذا، وخصوصا في إفريقيا الكثير من الاتفاقيات الملزمة، أكثر من 70 اتفاقية كلها متوفرة وطبعا كلها أساسية ويمكن حتى استعمالها في مجال السيبرياني، وربما هذه طريقة يمكننا من خلالها الجواب ومواجهة هذه التحديات. لا نحتاج ربما لوضع معايير جديدة، المعايير متوفرة
طبعا كما قلت الأساسي هو الشمولية، الربط يتم بشكل شمولي حتى بالنسبة للفئات المعوزة، وعندما يكون هناك ارتباط، الارتباط يجب أن يكون آمن وسليم، وطبعا أن نحد من هذه الحرية. شكرا عبد الحكيم، ما هو جوابكم على هذا السؤال؟ بالنسبة للسؤال الأول المتعلق بالحماية من هجمات السبريانية، طبعا الجانب الأول هو التوعية على كل مستويات السلسلة، ثم ربما أن نتحدث عن صحة السبرية والثقافة السبريانية، بخصوص السؤال الثاني المتعلق بكيف ما يمكننا القيام به لتحسين الأمن والأمان السبرياني، فهذا يتم من خلال الحوكمة. طبعاً نتحدث عن حرية التعبير، وطبعاً علينا أن نحارب خطاب الكراهية. أنا أتفق مع ما قاله دافيد وبيغي، الاستعمال والتأمين والسلامة هما في الحقيقة أجزاء لا تتجزأ بعضها عن البعض. إذن ثم هناك الدور المهم للمجتمع المدني ولكل القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص، وخصوصا كما قلت عندما يتعلق الأمر ببرمجيات حماية المعطيات، حماية الخصوصية والسيادة بخصوص مسؤولية الدول. أظن أن هذا مجال يتطور بشكل سريع، والقوانين ربما لا تتطور بنفس السرعة، وبالتالي على المشرعين ربما أن حتى يستبقوا، وبالتالي يمكنهم مواكبة هذا التغيير السريع ووضع كما قلت التشريعات الملائمة. ثم هناك جانب تقني ويتعلق هنا ببناء الثقة السبريانية، وخصوصا ما قالته بيغي عندما تحدثت عن الانترنت والحق في الولوج إلى الانترنت وعدم غلق الانترنت. كل هذه الجوانب هي في الحقيقة تهم الإنسان. إذا أردت أن أركز على شيء فأركز على جعل الإنسان في جوهر كل هذه العمليات حتى قبل كل الجوانب التقنية. ثم علينا أن نشتغل على تحسين الفهم ربما الخاطئ، وخصوصا بالنسبة لإفريقيا، وخصوصا أننا نعرف أن تزايد الارتباط بالإنترنت في غياب هذه المبادئ وهذه الحماية قد تكون ربما له تداعيات سلبية، وخصوصا عندما ننظر مثلا إلى خطاب الكراهية أو المعلومات الزائفة وغير ذلك من التداعيات. شكرا عبد الحكيم. أنستازيا، شكرا. أود إذا سمحتم أن أجيب عن سؤال تم طرحه.
كيف يمكننا أن نحسن الأمن السيبرياني؟ طبعا هناك كما قلت التوعية بالنسبة للمستعملين، ولكن أيضا لكل الأطراف المعنيين بما في ذلك الشركات، وخصوصا الشركات المتعددة الجنسية. ثم طبعا هناك دبلوماسية، وما يمكن أن تقوم به الدبلوماسية مثلاً على مستوى الأمم المتحدة، طبعاً الاعتناء بالجانب التقني بمعية طبعاً المعنيين الأمر، ولكن إشراك كل الأطراف. هذه دعامة أولى. ثم دعامة الثانية تهم التعاون. علينا أن نضمن التعاون، وأن السلامة السيبريانية هي شيء لا يمكن تحقيقه إلا بالعمل الجماعي. التمكين هو رهان، علينا أن نشتغل عليه، ويتم ذلك طبعا بالحديث، بالتفاوض، بالتنسيق. كلما وقعت حادثة سيبريانية، كما تم ذكر ذلك، جريمة سيبريانية لا تعرف الحدود، المجرمون طبعا قد يستهدفوا مجموعة صغيرة، ثم بعد ذلك يمكنهم استهداف مجموعة في مكان آخر. إذا التنسيق والتعاون مهم، ولهذا التوعية هي عنصر أساسي، وعلى الباحثين والعاملين في مجال الأمن السبري الاشتغال معنا. بالنسبة للمس بحقوق الإنسان، هنا أيضا أخذ بعين الاعتبار هذا الجانب الأساسي، وخصوصا التركيز على نقاط الهشاشة ومحاربة كل الاستغلال الذي يتم عبر الإنترنت وتجاوز الحوادث. شكراً أناستاسيا. شكراً. أظن أن هذا التوافق هو الطريقة الصحيحة. طبعاً ليس من السهل إعمال ذلك. عبد الحكيم، بمعيتي شاركنا طبعا في لقاء، وما لاحظناه هو أن هناك تجاهل أو غير معرفة الكثير من المعايير على مستوى الوطني، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بحوادث سيبريانية. هناك تحدي أعتبره أساسي، طبعا لوضع هذه المقاربة الشمولية على المستوى العالمي على المستوى الوطني. طبعا قد يتم ذلك من خلال فريق العمل مفتوح العضوية، وهو فريق عمل مفتوح لمعني أطراف من غير الأطراف الحكومية. إذن هذا ربما فضاء على مستوى الأمم المتحدة لإشراك أكبر نوع. أظن أن طبعاً هذا ربما غير واضح. إذن سؤالي، كيف يمكننا أن نتجاوز هذا المشكل، وكيف يمكننا أن نجعل هذه المقاربة الشمولية تصبح لها طابع مؤسساتي؟ شكراً. هذا سؤال وجيه. أظن أننا نحتاج إلى القيام بشيئين اثنين.
أولاً أن نفهم بشكل جماعي ومشترك أهمية السلامة السيبريانية، ثم أن نتقاسم طبعاً وأن نلتزم كمعنيين وكأطراف معنية بما نتفق عليه، ثم بعد ذلك عندما نصل إلى هذا التوافق وعلينا أن نتعرف ربما على الحواجز، إذا لم يتم إعمال ما اتفقنا عليه فعلينا أن نحدد الحواجز والمشاكل التي تحول دون إعمال. قد يتعلق الأمر ربما أن مثلا المجتمع المدني ربما لا تدعم بما فيه الكفاية هذه المسارات. طبعاً لهم خبرة ويمكنهم أن يدلوا بدلوهم في هذا المجال، إذن علينا أيضاً أن نعمل لنفهم الدور الأساسي والإيجابي الذي يمكن للمجتمع المدني القيام به في هذه العمليات، وبالتالي فتح هذه العمليات وهذه المسارات إلى أطراف معنية أخرى. أيضاً خصوصاً عندما يتعلق الأمر باستعمال كل هذه البرنامجيات وهذه التكنولوجيا المضرة. شكراً. شكراً بيجي. ديفيد، ما هو رأيكم في هذا المجال؟ شكراً. أنا أتفق مع ما جاء. هناك طبعاً مجموعة العمل المفتوحة العضوية وأنا عضو في هذه المجموعة وهذا شرف، إذن أن نحن نشتغل في إطار هذا النقاش الإيجابي لأننا نشتغل طبعاً على الاستقرار، على الأمن، على الاستدامة للفضاء السيبرياني. إذا مقاربة المقاربة يجب طبعا أن تكون متعددة الأطراف، متعددة المجالات. أيضا هناك بعض البلدان كما تم ذكر ذلك ربما وضعوا حواجز لاستعمال الإنترنت، سنجتمع قريبا في مجال هذا الفريق عمل المفتوحة العضوية. يتعلق الأمر كما قلت اجتماع متعدد الأطراف ويشمل حتى الفاعلين من غير الحكوميين. هذا طبعا خطوة إيجابية وكما ذكرت السيدة بيجي الحكومات لا حكومة في الحقيقة لها الاحتكار أو الأمن السيبرياني ليس حكرا على هذه الدولة أو تلك. التحديات والرهانات هي نفسها طبعا الأطراف المعنية تتوفر ربما على موارد مختلفة على قدرات مختلفة، ولهذا التعاون والتنسيق أساسي. إذن علينا كما قلت أن نعتمد هذه المقاربة.
هو المنظور الذي لديك فيما يخص الجهات غير الفاعلة. شكرا، سوف أتحدث بالإسبانية. أعتقد أنه يوجد مستويات متعددة وأمور لابد من أن نتناولها لكي نقترب من منتديات المجتمعات المدنية. إذن فمنتديات الأطراف أصحاب المصلحة هي ذات أهمية خاصة، ولكن لإشراك المجتمع المدني فلا بد أن نعمل على بناء قدراته. لمدة طويلة حاولنا أن يكون هناك مناقشات تتعلق بالأمن السيبراني مع الحكومة، ولكن هذه العلاقة كانت قائمة لإشراك العديد من أصحاب المصلحة مع الحكومة، ولكن في الواقع كانت الفرص ضئيلة. ولكن كانت هناك مناقشات فيما بعد للسياسات العامة، وخلقنا طرقا أو سبلا لأصحاب المصلحة للمشاركة في هذه المناقشات، ولكن الأمر لم يكن سهلا نتيجة لنقص المعلومات. وأصحاب المصلحة المشاركة في العملية دائما ما كانوا يعتقدوا أنه كان لابد من إشراك العديد من الفاعلين الآخرين وأن يكون هناك مناقشات على نطاق أوسع، ولم يكن الأمر كذلك في الوقت الحالي. إذا ما تحدث هذا بالنسبة للمستوى الوطني، أما على المستوى العالمي فكانت هناك بعض المسائل المتعلقة بالمشاركة المتكررة، المسائل أو القضايا المتكررة المتعلقة بالمشاركة، ولكن لم يتم دعوة كل الفاعلين. لذا فقد نتحدث عن بعض العوائق هنا، مثل العوائق التقنية. عادة نفكر في اللوائح ومقترحات للروائح، ولكن حينما يبدأ البعض فلا يعرفون ما الذي كيف تعمل التكنولوجيا. إذن فإننا نواجه بعض العوائق. نحن بحاجة إلى منظمين وأن يكونوا على وعي بالمشكلات التقنية لكي نضع هذه اللوائح، إضافة إلى إذن لابد أن يكون هناك نوعا من الضبط الذاتي. الشركات وضعت الأطر للبيئات الآمنة، لذا هذا أمر يجب أن كل فرد أو كل جهة أن تلزم نفسها بها. اللوائح قد مررتها البرلمانات الوطنية، لأن كانت هناك هجمات سيبرانية عبر الحدود أو عبر الوطنية. كما يوجد بعض العوائق في الاتصال والتي تؤثر على المجموعات الأكثر هشاشة. حينما نتحدث عن عوائق الاتصال فإننا نجد سيناريوهات تعزز نشر المعلومات المغلوطة، لأن ليس كل فرد يستطيع أن يتصل بكل الإنترنت طوال اليوم، ولكن بعض أجزاء من الإنترنت، وهذا يساعد على نشر المعلومات المضللة. تلك هي العواقب التي يجب أن نتغلب عليها ونتناولها. يجب أن نضع الحلول والمنتديات المفتوحة للأطراف أو أصحاب المصلحة المتعددين، لابد أن تكون منفتحة وأن تسمع إلى المجتمع المدني، فهذا يسهل إيجاد نهجا تستند إلى حقوق الإنسان، وحتى نعمل على تنمية هذا النوع من المناقشات. شكرا جزيلا لأنستاسيا. فمجرد أن يكون هناك
أن استجابة من الجهات غير الفاعلة على المستوى الوطني والعالمي. إننا نفهم لماذا الجهات غير فاعلة من الدول لم تشارك التعليم أو التثقيف يوفر البحث الأساسي. كذلك فإن القطاع المالي هو يمثل البنية التحتية الأساسية، وهناك كذلك قد تستطيع أن تسطو على مصرفا وهكذا تحصل على أموال، ولكن لابد أن يكون هناك سبلا قانونية. القطاع الخاص يوفر الإمداد، سلسلة الأمداد، وكذلك القطاع العام لديه السلطة لضبط هذا في الاختصاصات الوطنية وغير الوطنية. تلك هناك كذلك شركاء متعددة الأطراف، فإننا لا يمكن أن نمنع البنك الدولي من اتخاذ بعض القرارات. كذلك لدينا مكون تكنولوجي، هل يهتمون بالبنية التحتية الوطنية؟ وبالطبع هناك دوافع أخرى للفرص. أنني أفكر حول بناء التجمعات أو المجموعات، أننا نريد أن نركز على ثلاث قضايا. الأولى هي الحوكمة وليس فقط الحكومة، وهذا يحتاج إلى مشاركة المجتمع المدني، لأنه جيد في توعية الأشخاص في مساءلة الحكومة بشأن مسائل الحوكمة. ونحن بحاجة إلى مبتكرين الذين يستطيعون تحديد واستكشاف الفرص. ما فائدة هذا بالنسبة لي أو بالنسبة للمجتمع؟ وأن يكون هناك فضاءات للمناقشات على المستوى المحلي والدولي والتكافل الوطني، وكذلك تحليل الآثار السلبية للجوانب الجيوسياسية. وكذلك فيما يخص المنطقة الجنوبية في أفريقيا على سبيل المثال، أننا يجب أن نحدد ما الذي نتطلع إليه. فيما يخص القضايا الأخرى، أننا بحاجة إلى التمويل لكي نكفل المشاركة المتواصلة. الآن هي ليست أولوية للمنطقة الجنوبية، ولكن كذلك أن نفكر في التنفيذ، ولا سيما بناء القدرات للتغلب على الفشل المؤسسي، وأن نفرق بين الشؤون الخارجية والجامعات المناهضة وغيرها، وكذلك أن نعمل على التنسيق فيما بينها وبين الفضاء السيبراني الوطني، وأن نضع كذلك أخلاقيات سيبرانية يتم وضع على أساسها الأطر الأخلاقية. أنستاسيا، شكرا جزيلا. أرجو من أنستاسيا الالتزام بالاختصار. شكرا جزيلا على هذا. في الواقع مدونة الأخلاق هي أمر مهم بالحديث عن مختلف المجالات، فأننا نفكر بالقطاع العام والقطاع الخاص وغيرها، هي من أحد المجالات الاستراتيجية، وهي ليست الفرصة الوحيدة لمختلف أصحاب المصلحة التي يمكن أن يشاركوا فيها. ولكن بالحديث عن الأنظمة، بالطبع هناك تحديات لمختلف الأطراف الفاعلة من غير البلدان، وبعضها لم تحصل على ترخيص أو اعتماد، ولكن إننا نتطلع إلى هذا في الجلسات القادمة. إننا كذلك نعمل على بالنسبة للحوكمة الواضحة والمشكلات الأخرى، بالطبع فإننا نسهم في كل الجوانب التي تناقشها الأطراف الدبلوماسية وغيرها، وإننا كذلك نعمل على عرض بعض القضايا الوطنية. ولكن رغم هذا فإننا نعمل على دعم الحوكمة وكذلك المناقشات التي تعقدها الحكومة مع المجتمعات، وتشمل كذلك تطبيق وتنفيذ بعض الأعراف.
وبالإضافة إلى بناء القدرة، إذا أعتقد أن الحوكمة الجيدة سوف يساعد كثيرا في إدارة الأمر وفعالية هذه العملية. شكرا لأنستاسيا. أود أن أشدد ما ذكر النقطة التي ذكرها ماجي. أعتقد أننا علينا أن نضع فهما مشتركا لمشاركة الجهات الفاعلة من غير الدول، واستخدام مفهوم الجهات من الدول غير الفاعلة، من الفاعلة من غير الدول أو أصحاب المصلحة متعددة الأفراد، في بعض الأحيان لا يرتبط بأي قيم محددة. يمكن أن نضيف لهذه العملية المحددة، ولذا فدعونا أن نتساءل أن نتحدث حول هذه المسائل. شكرا جزيلا. سوف ألتزم بالاختصار وبالإجابة على وأوجه بعض الأسئلة للميسرين ومنظمي هذه الحلقة من المتحدثين. ما هو المنطق وراء دعوة القطاع الخاص والتي يرى البعض أنها تمثل تحديا أو تهديدا كبيرا للأمن السيبراني في الاف مع الاف سي في الثاني في البرلمان والحكومة الأوروبية الغربية؟ هناك بعض السؤال يرتبط بالإفصاح عن المصادر حينما يتعلق الأمن أو بالمرجعية حينما يتعلق بالأمر بالشركات. سوف أجيب أنني أعتقد أن الإشارة إلى شخص يعمل لكاتسوي فهذا من عوامل النقاط للمشاركين في الاي جي اف. فهم ليسوا ممثلين لحكومتهم، هم وليسوا أعضاء بالوفود الوطنية، فهم أتوا من مختلف الجماعات من أصحاب المصلحة، هم ممثلون بصفتهم كأفراد. أنني أتحدث عن الشركات، أنا أتحدث هنا عن الأفراد الذين لا يمثلون شركات ولا حكومات، هم هنا خبراء يمثلون شركتهم ولديهم خبرة. هل يمكن أن نعطي السؤال لشخص آخر؟ شكرا جزيلا. أن بالنسبة للتحالف الأمني في أفريقيا، هذه بعض التعليقات البسيطة. أولا، أن هناك إشارة لما ذكره ديفيد بأن الأمن السيبراني مرتفع، وأن اليونيكا قد توصلت إلى تقرير بشأن الأمن السيبراني لتنمية أو لتطوير الثورة الصناعية الرابعة، وهذا قد أشار جليا إلى أن الأمن السيبراني يتصل باختراق الإنترنت في أفريقيا، حوالي 66% من في جنوب في أمريكا اللاتينية، وحوالي 60% في آسيا، والتي حيث تمثل حوالي 82%. ثانيا، أكد عبد الله أنها الأشخاص هذه النقطة، وأننا علينا أن نكون هناك بعض المعلومات المجمعة حول القرصنة. إذن فما هي الإحصاءات؟ أخيرا، أننا كذلك قد تحدثتم عن إصدار إرشادات توجيهية بالأمس بشأن النموذج للأمن، قانون للأمن الوطني. أنني أعتقد أن هذا سوف يساعد على توفير إطار عمل لنا مع الإطار الأمن الوطني والقانون الذي تضع الجوانب الأخرى، وسوف يمثل نموذجا لآلية المراجعة. وأنني أشكركم على توفير هذه المدخلات، وسوف نعود إلى مسألة التنفيذ والإدارة في النهاية. أننا هنا نأخذ، شكرا لجيمسون، وسوف نأخذ بعض الأسئلة أونلاين ثم نعود إليك. أعتقد أن هناك بعض الأسئلة المتعلقة بالموارد المالية أونلاين، كيفية يمكن تنفيذها، وما هو الذي نحتاجه لبناء القدرات، والمسألة الأخرى إدخال شركات الوسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك، وهذا يشمل إشراك
أصحاب المصلحة المتعددين، وأنه أصحاب المناقشات حول منهج أصحاب المصلحة المتعددين، وهذا يوضح أهمية إشراك الجميع في طاولة المناقشات. شكرا. أهلا، لدينا شخص على الإنترنت أو أونلاين في الوقت الحالي، هل لي أن أتحدث؟ هل يمكن أن أواصل الحديث مع درة؟ ولكن هذا أمر يثير الارتباك فيما يخص المشاركة الافتراضية، فإنني أطلب من الجميع كتابة رسائل سائلهم على في صندوق الدردشة، لأن الأمر في الواقع مربك، لأن عليك أن تفتح الميكروفون والكاميرا. فبرجاء من كل المشاركين كتابة الأسئلة على صندوق الدردشة. شكرا جزيلا. السيد هناك اسمي مايكل من مجموعة مايكل ووتر من مجموعة إنترنت في ألمانيا. كل ما أريد أن أذكره هنا هو ملاحظة، وكل ما ذكر هنا، كل عمليات التي ذكرت هنا، أعتقد أن هناك نجاح ضئيل، طالما أن الحكومات سوف تعمل على منع التحديثات لأسباب تتعلق بالمراقبة والمتابعة وإنفاذ القانون، وهكذا أعتقد أن هذا أمر يجب أن نفكر فيه أولا. ثانيا، النشاط لابد وأن يجبر على تقديم منتجات ذات جودة عالية، ثم بعد ذلك يمكن أن نتحدث على العمليات، وأعتقد هكذا يمكن أن نسهل الحياة بالنسبة لنا. أعتقد أن هذه نقطة واجهة للغاية، وهذا يرتبط بالعلاقة بين عبدل الذي تحدث عنها، وإذا ما تذكرت على النحو الصحيح، الحوكمة والابتكار التقني، وأعتقد أن الحكومات لديها دور في هذا الصدد، وهي مسؤولة مع الشركات لكي تؤمن المعايير المرتفعة والحفاظ عليها. أعتقد شكرا على المداخلة. لدينا متحدث أخير، شكرا جزيلا على إعطاء الكاميرا. إنني أريد أن أثير نقطتين. أنا من إنترنت سوسايتي، أولا تتعلق إذا ما أردنا أن نصل إلى المجتمع المدني في البلدان النامية، فعلينا أن نستخدم اللغة التي يفهمها الناس في المناطق وفي القنوات التي يشاركون فيها، فأننا عادة ما نعتمد على الرواه للحديث عن القضايا بلغة مبسطة، وأعتقد أن هذا أمر سوف يكون فعالا للغاية. الجزء الثاني خاص بالنساء وخاصة في البلدان النامية، وأننا نريد أن يكون هناك نوعا من التوازن بين الرجال والنساء، حتى يمكن للنساء والفتيات أن يشعروا بالأمان. فحينما أعلننا عن وظيفة ما، وضعنا أن وشجعنا النساء على التقديم، وهكذا فيجب أن يكون هناك إدماج إذا أردنا أن نخلق فضاء للجميع. شكرا. المتحدث الآخر، شكرا. أنا من تونس. أولا أود اسمي مهنتي، وأود أن أشكركم على هذا النقاش المثير للاهتمام بشأن الأمن السيبراني. سؤالي ربما موجه لجميع المتحدثين، حيث أننا في الاجتماع 17 للآي جي اف الذي يعقد في بلد أفريقي، وحيث أننا نتحدث عن آخر تقرير إنفاق للأمن السيبراني، فأعتقد أن المنطقة الأفريقية هي الأكثر المناطق تأثرا وأكثرها، دعوني أقول، منطقة متضررة أو متأثرة بالأمن السيبراني والجريمة السيبرانية. لذا فسؤالي يتعلق بما يمكن أن تقوم به الاي جي اف أو يو ان اي جي اف للمنطقة الأفريقية بشأن مواجهة آليات أو الهيكل الهندسي للجريمة السيبرانية والأطر المتعلقة بها. شكرا جزيلا. لا أعتقد أنني سوف أعطي الكلمة بعد ذلك
بعد هذا المتحدث الأخير لأننا لأن الوقت يداهمنا. شكرا جزيلا، أنا من جورجيا، وأنني أود أن أشكو كذلك أنني أمثل جورجيا، وشكرا للسادة المتحدثين على العروض المثيرة للاهتمام والموضوعات المهمة مما لا شك فيه. وهذا مجرد تعليق، أنني أمثل قطاع الأكاديمي، ومن الواضح أن الأدلة والعمليات والبحوث مهمة غاية بالنسبة للأمن السيبراني، وهي مدرجة ضمن الاستراتيجيات والسياسات الوطنية في المجال الأكاديمي. نرى أن المجال الأكاديمي له دور مهم في هذا الصدد، وأنني لا يجب أن نغفل أن المجال الأكاديمي هو أحد الأطراف ذات أصحاب المصلحة المهمة التي يمكن أن تقوم، وهي أكثر المجالات تأهيلا للقيام ووضع التكنولوجيا والعمليات والقيام بدور مهم. شكرا. بالطبع فإن الأكاديمية هي مؤسسات مهمة للغاية، وكذلك الأفراد الباحثين المنخرطين في العملية، ليس فقط على مجال خبراء تدريب خبراء الأمن السيبراني، ولكن أيضا لإيجاد حلول لمواجهة الهجمات. والآن علينا أن نختتم. عبد الله، إذا كان من الممكن أن تجيب على هذا السؤال، خاصة من الشخص الذي يمثل أفريقيا بشأن يمثل تونس بشأن أفريقيا، وما الذي يمكن فعله لمواجهة هذه، ما الذي يمكن للمؤسسات الدولية أن تفعله مثل IGF؟ وكذلك أعتقد أن باقي السادة المتحدثين يمكن أن يقرروا بشأن هذه المسألة. أننا بحاجة إلى نهجا شاملا، وأن يكون هناك أطرافا تتحمل المسألة، وأننا بحاجة إلى التعاون والمشاركة. وأعتقد أن هناك توافق في الآراء أن هناك بعض المصادر أو الشواغل التي تعتمد على البشر، والشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان والشفافية والحوكمة، لأن لها دور ولأن عليها أن نشارك في عملية الأمن السيبراني. وأود هنا أن يكون هناك مقترحا ملموسا في هذا الصدد. تفضل. نقطة دقيقة واحدة ثم نواصل. شكرا جزيلا، شكرا للجميع على هذا المناقشة وهذا الحوار. أرنت أنني هنا، أننا لدينا أن نستكمل ما ذكره الرجل، وأن نثير بعض المسائل حول هذا الحديث على المستوى المحلي، وأن نضع حلولا لهذه الأمور، وكذلك أن نتحدث بأسرع كذلك. فإنني أقدر السؤال المتعلق ما الذي نتوقعه من شركات الوسائل التواصل الاجتماعي ودورها في هذا. وكذلك فإن لغتنا تتعلق بأهمية ما تطبقه الأمم، من تطبقه على الأمم للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، وفيما يخص النشاط وحقوق الإنسان، وكيف يمكن أن نقوم بالاستعلام النافي للجهلة بشأن حقوق الإنسان وتقييم الأثر المعاكس على حقوق الإنسان، وأن كذلك أن تكون الممارسات مماثلة أو تتماثل مع للشهادات التوجيهية لحقوق الإنسان. وكذلك بالنسبة للحكومات، بالطبع لديها التزام بشأن المبادئ التوجيهية لتنظيم عمل الشركات لكي تكفل أنها تفي بكل مسؤولياتها. وأنني هنا يسعدني النقطة التي أثيرت بشأن المجال الأكاديمي، وأعتقد أن هذا أمر مهم جدا في هذه المناقشة، وكذلك فيما يخص مشاركتها وما فائدة شاركتها. أحد النقاط التي أثرتها فيما قبل، كيف يمكن أن نرى للأسف أن بعض الجهود التي قد بذلت لمعالجة القضايا المتعلقة بالجريمة السيبرانية والأمن السيبراني عليها إما على المستوى الدولي أو أثرها، فلابد أن يكون هناك عقوبات. إذن فالباحثون في المجال
السايبر قد تأثروا ببعض القوانين، كما تأثر المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيين. إننا بحاجة إلى أن نتوقع الحذر فيما يخص الجريمة عبر الوطنية والأمن السايبراني والجريمة السايبرانية المتعلقة بال التنظيم والتي يكون لها أثر معاكس على الأطراف المشاركين. لابد أن يكون هناك نتائج ملموسة وأن نوفر إمكانية الوصول الاتصال بالإنترنت والفرصة، إضافة إلى فرز المصادر والتدريب والالتزام، وهذا أمر مهم جدا ويتم من خلال بناء القدرات. أنا أستاذ شكرا جزيلا، أنني قد أختتم بهذه بنقاط مماثلة أو تعليقات مماثلة. أننا بحاجة إلى تجمعات مختلفة لديها الخبرة في المساهمة من أجل تحسين المعرفة والمهارات فيما يخص الأمن السايبراني والفضاء السايبراني. أعتقد أن لا يمكن لجهة واحدة أو حكومة واحدة أن تتعامل مع الأمر برمتهم، ولابد وأن يكون هناك توزيع للجهود الدولية ومن مجال الاي سي تي والتكنولوجيا ذات الطبيعة الدولية أو العالمية. إذن فمن الحتمية أن نواصل الدعوة إلى مجال أوسع من التعاون. شكرا جزيلا، وشكرا أنستاسيا ديفيد، شكرا جزيلا أندرياتا. أنني سوف أختتم بقولي أن هذه كانت جلسة عظيمة. فيما يخص السؤال بشأن التنفيذ، أعتقد أن العديد قد تحدث عن التنفيذ، هو أمر مهم. أعتقد أنني تروق لي ما ذكره السيد من كردستان، أننا بحاجة إلى أن نتحدث إلى بلغة بحاجة إلى لغة يفهمها الجميع، وكذلك بناء الوعي بشأن الفضاء السايبراني. أننا بحاجة إلى رفع الوعي، وأود أن أتقاسم معكم منظوري. نعم، التوعية هي خطوة واحدة نحتاج إليها، إننا نعتمد عليها في سنغافورة، ولا يتعلق فقط باعتماد بعض المعايير. إذن نعم، أن هناك خطر من الفضاء السايبراني، وهذا أمر لابد من إدراكه عند بناء الوعي. يجب أن أكون هناك وعي بهذه التهديدات أو هذه المخاطر، ثم نفكر في كيفية اتخاذ الخطوات. هناك فجوة بين الوعي وتبني اللوائح أو القرارات. لماذا هذه الفجوة؟ وهي النقطة الأخيرة، وهذا يعود إلى نقص الفهم. فالأشخاص لا يفهمون التكنولوجيا، ولا بذلك لا يتفهمون الخطر المحتمل الناشئ عنها، كما لا يعرفون الدور الذي تقوم به التكنولوجيا والإشكاليات الخاصة بتقديم الخدمات بشأن سياسة الخصوصية والأمن السايبراني. لذا فأننا بحاجة إلى اتخاذ إجراءات بشأن هذا عن تقديم الشركات لمنتجات أفضل في مجال السوفتوير. هذا أمر أسهل، ولكننا بحاجة إلى مزيد من التأمين التلقائي على هذه البرامج، وهذا أمر ليس خياري، وهذا هو التحدي الذي نواجهه. أعتقد أننا يجب أن ننتهي بأمر يمكن القيام به أو تنفيذه. أننا بحاجة إلى منتجات إضافية، ولكن لا يجب أن نصل إلى بيئة غير آمنة في المجال السايبراني. بالنسبة للأكاديميين، الكل لازم يشارك من أجل رفع الوعي وتقديم
التكنولوجيا تقدم لنا بعض الخدمات، ولكنها كذلك تجلب معها بعض المخاطر المحتملة. يمكن لكن هذه المنتجات كلها يجب أن تقدم في بيئة آمنة. شكرا لديفيد. سوف التزم بالإيجاز. هناك بعض المعلومات الخاصة بالتأمين السيبراني والأمان، فالأمن لا يؤثر على الجميع بنفس القطرة. إنه فقط المخاطر تهدد البيئات الأكثر هشاشة أو ضعفاً. إذن فإن المعايير التي نضعها والمناقشات التي نعقدها تدرس هذه الفروق، وأعتقد هنا المجتمع المدني والأكاديمية قد شاركوا بالمشاركة، ولكننا لازلنا بحاجة إلى هؤلاء المسؤولون عن السايبر سيكيورتي. وفي هناك أمر ذكرته فيما يخص المراقبة والمتابعة، أن هناك لدينا بعض المشاكل في تنفيذ المتابعة في العديد من البلدان، حيث لا يوجد القدرة للسيطرة والرقابة والرصد والمتابعة ذاتها، وهذا يؤدي إلى استخدامات أخرى، وهذه مسألة تتطلب مزيد من العمل ومزيد من الجهود الدولية، ولكن كذلك نحن بحاجة إلى جهود محلية. عبد الله، الكلمة الأخيرة لك. شكرا جزيلا. السؤال، ما الذي يمكن؟ ما الذي يمكن أن تفعله أفريقيا؟ أولاً، أفريقيا بحاجة إلى بناء